حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. حلقة اليوم سنتكلم فيها عن واقع التعليم بالعراق وأسباب انهياره وتدنيه ومآلاته. تابعونا بعد الفاصل. نعد الناخب العراقي أن نبني دولة مؤسسات في الفترة القادمة. خدمات نعطي المواطن كهرباء، ماء صالح الشرب، هذا مي المطور، مي نظيف، مي العراقي، مدارس، صف الخامس صار طلبة ساعة وزا بس التربية حظاك. ونعد كل مواطن من حقه عمره 18 سنة فما فوق، كل مواطن له قطعة أرض وله راتب من الدولة. عليك الشغلة شغل، عم الشغل عليك الشغلة شغل. التعليم بالعراق، منظومة التعليم بالعراق تصل إلى حد الانهيار. النتيجة هي فشل العراق في كل شيء، لأنه إذا فشل التعليم بالعراق فش راح يخرج أجيال. حاليا أي دولة بالعالم تحترم نفسها تستخدم التعليم كوسيلة للارتقاء، لأنه هي دا تربي الأجيال القادمة. نتيجة هذا التعليم دا تقدمه إلى هذه الأجيال حتى بالمستقبل هم يساعدون في بناء البلد وارتقاء البلد والصعود به. لكن بالعراق اليوم انه احنا عندنا التعليم فاشل جدا. الطلبة دا يشتكون، الناس دا يشتكون، الاهالي دا يشتكون، وزارة التعليم تشتكي، وزارة التربية تشتكي، رئاسة الوزراء تشتكي، كلها تشتكي بالعراق. كل بالعراق هسه يشتكي، المسؤول يشتكي والمواطن يشتكي. لكن قبل ما نحكي اكثر بالموضوع خلونا نشوف معاناة طلبة السادس. تابع سوا. ما أتوقع هاي الأسئلة هي ضمن المنهج اللي جاي ناخذه احنا أو ضمن التدريس اللي جاي يطلع عنه، بالإضافة للضغوطات اللي جاي يتعرض لها الطالب. هاي الأسئلة جدا صعبة أنه يجاوب عليها طالب بمستوى السادس. بالنسبة للأسئلة اللي جاي تنطرح علي أنا هي مضخمة ومو مو مو الحجم القياسي لطالب السادس. طبعا الاسئله الوزاريه اللي حاطينها التربيه اسئله مركزه جدا الى ابعد الحدود، يعني نبدا من اسئله لساميه اسئله مطوله، يعني انت تجي تكتب يعني مطيق قبلها يومين لهاي ثلاث اشهر مطيق، يعني اسئله صعبه يعني ما تقدر حتى تحلها. تجي للعربي، العربي حاط لك الف شاعر، يعني تكتب يعني منين تبدي؟ يعني ماكو كل شيء بيه خارجي، يعني الاسئله اللي حطوها يعني المدرسين ما يعرفون المنهج، ما يعرفون شنو. طبعا الاسئله الامتحانية يعني أفكارها مختلفة عن السنين البقية كلها، وكأنما هالسنة جاي يعادون الطالب كلش. يعني عندك الإسلامية شرحيات هواي مركزة على الشرح، الأدب مركزة على الأخير، الاقتصاد هم مركز على الأخير، أفكار كلها تختلف. يعني الطالب هسه إذا يريد مجرد يريد ينجح يقول أنا صعب، إحنا ما أريد تعيين، ما قلنا لكم عينوني، أريد بس نوصل جامعة. بعض المدرسين يقولون إن الأسئلة سهلة على الطالب اللي يدرس وصعب على الطالب المدرس. اصلا هو تدريس بالعراق ماكو هسه، طب انت للمدارس الحكوميه، اما طب مدرسه اهليه وتنجح يا اما تطي فلوس للمدرس حتى يدرسك الخصوصي. هذول الطلاب السادس عرضوا معاناتهم بالامتحانات. يعني الطالب يقول انه المعلم اللي يحط الاسئله ما اعرف بيعرف المنهج لو لا. اغلبهم يقولون انه الاسئله مركزه وصعبه وخارج المنهج وخارج ما هم اللي درسوا، وأسئلة تحتاج إلى شرح مطول، وأسئلة تحتاج إلى إجابات مطولة، ودفتر امتحاني واحد ما يكفيها. إضافة إلى ذلك منظمة حقوق الإنسان محافظة ديالى كشفت أنه هنالك نسب متدنية جدا للنجاح بالنسبة للثالث متوسط بالمحافظة، وأن عدد الطلاب اللي خاضوا الامتحانات النهائية للمرحلة المتوسطة صاروا يعني أكثر من 20,000 طالب امتحانات الثالث متوسط، نجح من عندهم 7,390 طالب بنسبة نجاح يعني تقريبا 37%. 37% ناجح وأنت عندك 63%
من الطلاب راسبين. والمفوضية أنه تقول أسباب النجاح هي أنه الطلاب ما حظوا بمتابعة من قبل الأسر، وأنه غالبيتهم شغلوا بألعاب الإلكترونية على الجهاز الهاتف وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، وتجاهلت منظمة التطرق. يعني ما أعرف هي المنظمة همينة اللي تقول أنه الأهل ما تابعوا ولدهم. أنا أريد أسألها، أوكي الأهل مهملين، المدرسة وين؟ يعني ماكو طلاب يلقطون المعلومة من الأستاذ من هو يشرح بدون ما يحل واجب ببيته ومتابعة أهله وينجح؟ لو هاي انتهت الحالة بالعراق، الأستاذ بالمدرسة شنو دوره؟ إذا أنتو ذابين الدور بس على الأهالي، متابعة المدرسة وين؟ الخدمات بالمدارس وين؟ شو يعني هاي كلها اتجاوزي عنها. أبو أحمد ويانا؟ حياك الله. حياك الله يا أبو أحمد من محافظة الأنبار، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام والرحمة والإكرام. أخوي العزيز، إحنا نشكركم على هذا البرنامج وعلى هذه الحلقة، يعني بالذات التدريس بالعراق موجود حاليا واجبنا. الله يبارك فيكم دائما. فأخوي العزيز، بالنسبة للدراسة بالعراق حاليا نسبة يعني النجاح ونسبة الدراسة بالعراق يعني وصلت للانحطاط، أو نقول يعني إلى مستوى هزيل جدا. السبب الأول مثل ما تفضل حضرتك هو متابعة الوالدين بالبيت، يعني بالبيت طبعا. نعم. السبب الثاني هو الأكبر، هو المدرسة وإدارة المدارس. هنا المدرسين أو المدارس بدأت تهتم فقط أنه كيف أنه يستلم الراتب، كيف أنه ينقل فلان، كيف أنه يأخذ راحته بالدوام. الدراسة ككل يعني كعامة بالبلد خربت بسبب إهمال الدولة. يعني أنت تتصور أنه أكو الجسم العفو المناهج الدراسية تغيرت، عندك الاهتمام بالمدارس يعني كتدفئة كتبريد كخدمات ثانية مثل الماء الصالح مثلا، يعني أمور كثيرة جاي تحصل بالبلد. ومن 2005 لحد هذا اليوم ماكو تطور، يعني دا ننزل يعني للأسفل، يعني ننزل لا. للتحت. يعني أنت دا شوف هسه العراق، الصومال، سوريا، ليبيا، هذني الدول يعني خارج تصنيف، خارج التصنيف العالمي أو خارج التصنيف العربي، ما نقول العالمي، العربي للدراسة. يعني العراق وين؟ يعني بالزمن السابق كان العراق يعني الدول، يعني شلون نقول بالمثل مثل العربي يقول تحرف الدراسة بسبب الدراسة، وتخرجت معلمين، خرج علماء، مدر يعني أطباء، دكاترة، يعني هاي العقول هذه نشوفها حاليا اللي تهاجرت خارج العراق. السبب الأخير أقول لك إياه أنه العراق يعني ماشي إلى مستوى شلون نقول اللي ما له أي رجعة إلا بسبب إلا بشي واحد، وهو إعادة النظر بالمنهج الدراسي، إعادة النظر بالمدارس، إعادة النظر. شنو مشكلة المنهج أبو أحمد؟ المناهج التربوية أنا اللي لاحظتها قبل فترة أنه المناهج التربوية أكو تغيير فيها. يعني مثلا القرآن الكريم عندك يعني بأبسط مثال القراءة الابتدائية. أي. القراءة الابتدائية يعني إحنا متعودين نغري أطفالنا قبل أنه مثلا دار دور، أو مثلا يعني أقول مثلا نقول موضوع المواضيع تغيرت، الأحرف يعني بدأت تتحفظ بغير طريقة، المعلمين الموجودين حاليا مو معلمين مثلا كفؤين اللي نقول نجحوا بمستوى شهادة، لا معلمين الأغلبية، وأنا شفتهم وأنا ألزم كلامي ومسؤول عن كلامي. نعم. أكثر المعلمين مدرسين صعدوا شهادات تزوير، يعني الطالب شنو ذنبه يقف المعلم يبابز للصف ويريد من الطالب، يريد من عنده حل واجب، يريد من عنده يقرأ على الصبورة أو يكتب على الصبورة. إذا المعلم ما يشرح وما يفصل الدرس للطالب، شلون الطالب يستوعب، أو شلون الطالب يعني ياخذ يعني شلون تقول نظرية للدرس. يعني قبل إحنا كنا ندرس حتى من نطلع للفرصة
للفرصه اذا يدخل يفوت من قدام للمعلم او المدرس الخاف من عنده. هسه ماكو خوف، اكو هسه اكو تجاوز، هسه قله احترام للطلاب. سبب كله مو بس المدرس ولا سبب لاداره المدارس، حتى اولياء الامور سبب ليه. ليش هذا كله اللي يصير؟ لان ماكو حكومه او نقول دافع للطالب، يعني يقول لك انا عندي مستقبل. هو هسه انت اذا تشوف المستقبل الماجستير اللي الشهادات العليا هسه كلها اللي لو يصف شاي بالشارع، لو يشتغل قهوتشي، لو يشتغل سائق تاكسي، لو يشتغل ما ادري وين، شهادات ضاعت اخوي العزيز، شهادات ضاعت. نعم. الدراسه نعم. بالعراق ضاعت، الدراسه بالعراق الى مستوى هزيل بعد اكثر. ومن انا اقول لك ابشرك بعد اكثر السنوات الجايه ماكو، يعني اعتقد يعني دون الصفر، يعني دون الصفر ماكو نجاح. واضيف بعد المحافظات الغربيه نسب النجاح دائما يعني شلون نقول مغلوط بيها، مو مغلوط بيها وانما تعمد بيها، نسب النجاح طول المحافظات الغربيه اقل من المحافظات الجنوبيه. طبعا هو بالعكس صحيح، العكس الصحيح دائما. انا ما مو طائفي ولا اريد اتمادى على الاخوان الجنوب او الوسط، يعني اخي العزيز انا اعرف نتائج اهل الانبار مثلا، نتائج اهل صلاح الدين، اهل الموصل، شهادات عليا. يعني انت تتصور النتائج تطلع يعني اقل، يعني دائما دائما كل سنه بعد سنه تطلع نتائج المحافظات هاي اقل من المحافظات البقيه. ليش؟ شنو السبب؟ شو موضوع طائفي عنصري مبين ذاك، يعني واضح جدا. فاخوي العزيز خصم الكلام، الدراسه بالعراق او التعليم بالاخص، التعليم بالعراق الى مستوى هزيل بعد اكثر. والله يستر من الجهل، والله يستر من ما اعرف شو اقول لك بعد. وجزاكم الله خير. شكرا 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 لك ابو احمد. ابو زكريا من محافظه التاميم حياك الله. ابي اسد ابن الاسد حياك الله. تفضل اخو، تفضل عمي. اسمك حلو بس انا اسمك اسد ابن الاسد. نعم تفضل. والله العظيم ما عندنا تعليم بالعراق نهائيا صفر، لانه كل التعليمات من جمهوريه الاسلاميه الايرانيه. يعني اسئله حيل صعبه. انا عندي بنتي خريجة نفط 2008 وعندي ابني خريجة دبلوم سياسي، الله وكيلك حطالة فطالة. والله العظيم اليوم جوني جماعة قالوا بلكن عمي أبو زكريا، تعرف لك واحد بالبلدية تعيننا يعني دكتوراه ماجستير، يعني يشربهم بالزبالة. يعني شنو الحكومة؟ وين علمانا؟ وين سياسينا؟ وين دكاترنا؟ وين طيارينا؟ وين ودوهم؟ وين ذبحوهم؟ من على طول علي حكومة خايسة شايفة الله جاب علينا من برايمر ربع برايمر. والله العظيم ابني أسد إن شاء الله العراقيين ينطفون بيد حكومة جايفة إيرانية. نعم. الحقيرة استحرقوا العراق وباعوا العراق، لا خلوا أساتذة، لا خلوا دكاترة، لا خلوا طيارين، لا خلوا علماء، لا خلوا أي شيء، ما خلوا بالعراق. هذول حكومة جايفة ابن 2004 لحد هذا اليوم. ابن يشكرك والله العظيم. نعم. بقول على الجاري. نعلم الله عليهم، نعلم الله على الجارهم، نعلم الله على الرب في الحكومة. نعم شكرا شكرا لك ابو زكريا. ابو زكريا دموعك هذه غاليه علينا وعلى الشعب العراقي، وكل اب بالعراق دموعه غاليه، بس من حرقه قلبه اللي يقول لك عندي ابني خريج وبنتي خريجه وما لاقين شغل. بس المشكله اللي قال عليها ابو احمد انه المعلم صعد بتزوير وجايب شهاده مزوره. انت من تجيب معلم جايب شهاده مزوره وتعينه مدرس، ايش راح يدرس؟ معلم الرياضيات راح يفتهم القسمه والجمع والضرب والتكامل والتفاضل وغيرها وغيرها؟ لو معلم العلوم راح يقدر يشرح شيء هو جايب التزوير، هو ما عنده شهاده اصلا وما فاهم المنهج اللي جاي يدرسه؟ بعدين اردفته بشغله واحده، انتم ليش كل وزير يجي من وزرائكم بالتربيه يغير منهج؟
ليش كل سنتين ثلاثة عندكم منهج جديد؟ لو المناهج التعليمية هم لها علاقة بالسياسة. يعني القضية التربوية المفروض ما لها علاقة لا بالدولة ولا بالبرلمان ولا بمشاكل العراق ولا بمشاكل أحد ثاني ولا لها علاقة بأحد نهائيا. المفروض منظومة التعليم مستقلة بها ناس كفؤين هم اللي يعدون المناهج. المناهج تكون ثابتة إلى الأجيال، حتى لو تغيرت المناهج تتغير بشكل بسيط، تعديل في قضية، تعديل في قانون، طبع اكو خطأ ويغيرون المنهج، لكن انك كل ما تجيب وزير تغير منهج وتجيب منهج جديد، زين اللي تخرجوا على المنهج القديم شلون راح يفهمون؟ واللي صعد من الرابع للخامس، بالرابع دارس منهج وبالخامس دارس منهج الاخ. ابو حسن من بغداد حياك الله. السلام عليكم اخوي افل. عليك السلام والرحمه والاكرام. الله يبيض وجهك ان شاء الله يا رب. الله يسلمك. تفضل اخي افل. التعليم بالعراق هو فاشل. نعم. لان القائمين على هذا البلد هم كلهم فاشلين، هم قادة الظلام لا يعرفون معنى القيادة للبلد أو المجتمع، وبالتالي هم بعيدين عن التطور الذي ينشده أي بلد بالازدهار. يجي إذا يجي الإصلاح، عندما يجي الإصلاح من معمم قادم من إيران أو من أمريكا أو من إسرائيل، عبد لدول الدول، فيستحيل أن يبني بلد أو يعلمون هذا الجيل. يعلمون شنو هذول؟ يعلمون الدجل، الشعوذة، الإرهاب، القتل، وبالتالي هم يضحكون على الناس. يعني يحسون عن النظام السابق أخوي أفل، كان المحور الأمية، كان القيادة السابقة بالعراق كانت تروح مدرسين يروحون حتى بالجبال يعلمون وبالأهواء يعني بأي مكان بالقرى وبالأرياف، يعلموهم محور الأمية، يعني يعلموهم، يعني خلوهم شلون منفتحين. كان كنا قبل نقول لك يا أبا تصعد بالمصلحة غير تعرف بها مكان، يعني راح تروح هاي المصلحة. فهم دولة جوي تدمير الشعب والبنية العقلية يعني البشر، فدولة يعني مستحيل يكون يبنون بلد، مستحيل. هم دولة ما دام جايين عملاء يعني عملاء، لا دين لا دين لا ضمير لا شرف لا قيم لا مبادئ، لا يعني هم جايين يفلسون العراقي بشكل يعني 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 يشمئز به أي إنسان. هم لو هم عراقيين صدق، هو أصلا مو عراقيين، يعني هم جوي عملاء في سبيل يعني يدمرون يعني هسه تشوف داخل يوم الطلاب شلون صعدوهم باللوريات. يعني اي دوله، اي انسان، اي واحد يعني يضحك علينا، لان دوله يعني والعيب بينا احنا. يعني الشعب العراقي يعني كان قبل يعني ما ادري يعني البشر شلون يعني يقبل بهالمذله هاي. وبعد يعني ما ادري ايش اقول لك، يعني هم دوله فاشلين قياده، يعني قاده الظلام، يعني مستحيل بدون بلد. يعني صور يحشون على النظام السابق، النظام السابق ما بنا طريق سريع بغداد بصرة، هم ايش بنوا؟ بنوا مستشفى، بنوا في الدائرة بس خاصة بهم، قصور، بيوت، سرقة، تدمير للبشر، يعني سرقة يعني مو طبيعية. كل واحد معمم سدي، يعلمون دول الشراذم دول على اللطم وعلى الدجل وعلى الشعر، يعني هاي تعليمهم. هم دول مستحيل يبنون دولة. فنسأل يعني شو نقول، البلد هذا بكت يصحى من السباته هذا العميق؟ نعم. ويشوف يعني الدنيا وين وصلت. شكرا لك ابو حسن. سعد من الكويت حياك الله يا سعد. حياك الله. ودون يا استاذي اريد احكي واشارك يا استاذي الكريم، استاذ منكم نتعلم. نعم. وبكم نستفيد. ولكن يا استاذ انا لما كنت طفل صغير كان تدرسني عراقيه وأنا طفل فقير، ولكني ناوي أكمل دراستي بالعراق وأهاجر للعراق، فما رأيك وتعليقك يا أستاذنا الكريم؟ وسابقا ما كنت أعلم يا أستاذ، لما أنت قلت إن المياه ملوثة ما كان عندي علم، ولكن يا أستاذي بتلوث المياه والأنهار. ولكن يا أستاذ أين المتابعة والمحاسبة في كل موقع ومكان يا أستاذي، ومكافحة البطالة وتوفير عمل ولو بنصف دوام نصف راتب حتى كي يسترزق
والبسطات لازم يضعون لها مكان محدد كي يعيش بكرامة. وآخر الكلام تحياتي لك، وارفع عنا البلاء والمصائب وهون علينا من الآلام والإحسان. تحياتي. شكرا شكرا لك أخ سعد. أخ سعد، يعني قضية المياه الملوثة بالعراق هي قضية مستعصية هاي الشغلة، وأكو كثير من المناطق اللي ما توصلها مياه الشرب أصلا، وأكو فيديوهات كثيرة على اليوتيوب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي يشوفك الشعب العراقي لما يفتح بور المي شدا ينزله، إن كان بوري يشتعل بنار وإن كان مي مخبوطين وإن كان مي مليان حشرات. أما قضية التعليم فالجامعات العراقية كثيرة جدا، على رأسها جامعة بغداد، جامعة المستنصرية، جامعة الموصل، جامعة الكوفة، الجامعات العراقية العريقة. لكن يا سيد العزيز، الجامعات العراقية دا يتخرج الطالب من عندها ما دا يحصل كل شيء، لأنه ولا منهج بالعراق رصين، ولا أكو وزارة تعليم عالي رصينة، ولا أكو تعليم أصلا بالعراق. أما قضية التعليم بالعراق، أرد أنوه إلى شغلة قبل ما أخذ هذا الاتصال. جامعة بغداد في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي كان رقمها على العالم 7، يعني تنافس سوربون وهارفارد وجامعات بريطانيا وجامعات اللي إلها العين، اللي عليها العين وإلها القيمة، جامعات العالمية الراقية. كانت جامعة بغداد رقم 7. كانوا قبل بالسبعينات لما يطلعون العراقيين دا يروحون يتعالجون يم واحد بالخارج، يروحون لهم يقول لهم انتم معقولة جايين تتعالجون يمنا واحنا فلان يجينا يعطينا محاضرات بالجامعة مالتنا بهاي الدولة وهو يمكم؟ هكذا كان التعليم عندنا. لكن حاليا لا طب اكو، ولا اكو هندسة، ولا اكو صناعة، ولا اكو شيء، لانه اصلا تعليم ماكو بالعراق. ام عبد الله من بغداد حياك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليك السلام والرحمه والاكرام. تحيه لحضرتك ولقلك الشريفه وكل العراق الشريف. حياك الله اختي، تفضل. هو شنو اصل العراق؟ شيء يعني نستفاد من عنده في نهضه زراعيه صناعيه تجاريه حتى يكون التعليم بمستوى جيد؟ أصبح التعليم اليوم هو مجرد مشروع تجاري وليس تربوي وتعليمي. نعم. أستاذ العراق ما إلى مستقبل. ليش؟ لأن من يفسد التعليم ويفسد القضاء قل السلام على هاي الدولة. ليش؟ لأنه أول شيء سيطرة العلاقات الحزبية والمصلحة على إدارة التعليم. ونشوف الوضع اللي موجود في المدارس، هي أبنية متهالكة، يعني الطلاب يعني يشوف مؤثريتهم، خاصة المسؤولين اللي يطلعون خاصة في قطاع التربية في الجنوب، يقول إنه أنا زرت مدارس فتيات يتعاطون السلسلة، فكيف بالأبناء؟ يعني الولد، يعني هذا معناها وين وصلنا إلى الانحطاط الخلقي والتعليمي في العراق. أستاذ ابنه هنا أنا أعرف أنه كثير من الطلاب درسوا وكانوا خالين مدرسين خصوصيين واعتمدوا على أنفسهم، والله العظيم طلعت نسبة النجاح عندهم 11% بالنسبة للعراق. يعني هذا اللي بيقرأ شنو؟ يعني وين بيروح من هذا الجهة؟ من جهة ثانية، أول شيء أسلوب الأسئلة هي أسئلة صعبة، أصلاً خالين رجال ليس بمستوى المتوسطة والابتدائية والإعدادية. صحيح. لأنه يخلون أسئلة هم عندهم هدف عرقلة التعليم هي الحكومة نفسها. تجيب أسئلة متشابكة وأسئلة صعبة أكثر من مستوى الطالب. فلهذا الطالب قسم من الطلاب نجحوا في مواد وأكثريتهم رسموا في مواد. فهذه الحالة ترى ما صايرة بالعراق. إلا هسه صارت، يعني ما صارت في العالم كله بس في العراق. ليش؟ لأنه إحنا عندنا هدف، الحكومة هي حكومة إيرانية تريد تقضي على التعليم وعلى التقدم اللي موجود في العراق. كل اهتمامه هو إنه يعتمدون على إيران في كل نطاق، يعني حتى التعليم، حتى الشهادات اللي يأخذها العراقي من الدول العربية والدول الكبرى
وكلها ما يعترفون بها الا الشهادات الايرانيه. زين ليش الشهادات الايرانيه؟ معناها اكو قصد. بعدين استاذ تغيير المناهج من جت 2003 والله العظيم كانوا عندنا اساتذه هم كانوا مدرسين بس انه نعرف بعدين بالاخير هم يسوون لهم تحقيق ويطلعون لهم مزورين شهاداتهم. زين هاي شلون زوروا الشهادات؟ زين بعدين انهم انعفوا بيهم قسم انهزموا لانه خافوا من العقاب وقسم مثلا ما نعرف وين صاروا. لهذا بيشوف انه التربيه والتعليم عندنا منحط فيه. ليش؟ لانه ماكو اهتمام، ياكو تقويه المدرس حتى يدزوهم الى لبنان، دزوهم وصرفوا فلوس عليهم للمدرسين وعلى اساس انه يجيبون شغلات وقابليات جديده. كل شيء ما فهمنا، راحوا لبنان تونسوا وانطوهم كم ورقه ورجعوا. زين شنو هذا التعليم؟ زين شنو الشيء الجديد اللي دخل بالعراق؟ شنو اللي صار؟ استاذ اذا هي الفوضى الامنيه وسقوط المحافظات على يد قوات عراقيين كبار ليس السبب هم، وانما القياده العسكريه والحكومه هي اللي سقطت الموصل وسقطت الانبار وسقطت صلاح الدين كله في سبيل انه لا. لازم يعم الفساد والجهل والاضطراب. بعدين استاذ كلمه واحده، النازحين ترى اكثريتهم يعانون من معاناه، لان النازح ما يقدر يهتم بابنه، يخليه يقرا. طبعا هذه شغله من الشغلات المهمه، انه ما عنده فلوس اللي يقويه ولا عنده الشغل الشاغر اللي بعد يدرسه، لانه حيكون حياته مبعثره، يريد يشتغل يريد مهجر الى مكان اخر. فالحياه الصعبه اللي موجوده في العراق هو اللي ادى الى بس ارجع واقول التصحيح الطائفي استاذ موجود الى حتى الان، كل واحد اسمه عمر راسل ثلاث دروس واربع دروس. نعم شكرا لك. شكرا لك ام عبد الله. ام ازهار من العاصمه العراقيه حياك الله. ام ازهار حييك وحيي هاي القناة العظيمة عامليها. حياك الله. معني استاذ؟ اي بالنسبة إلى العراق، العراق سابقا العظيم والعراق حاليا المنهج اللي حطموه أمريكا وإسرائيل وإيران. نعم. سابقا كانت الدراسات الناس يجون من برا يدرسون هنا بالتعليم، إن كان طبي إن كان تدريسي إن كان أي شيء، يعني يأخذون شهادات من العراق. الآن أكو حشاف الزبايل يجون بالبرلمان لا شهادة ولا علم ولا فهم، ما عندهم شهادات يصيرون وزراء ويصيرون يقيمون بهذا البلد. كل سبب شنو؟ السبب الخطة الموجودة اللي هم كانوا يريدون يحطمون العراق، إيران وأمريكا وإسرائيل، تحطيما من كل الجهات، الجهة العلمية والثقافية والطبية، وأكو هسه مؤسسة من مؤسسات العراق صالحة أكو بها ناس كفؤين، كلها ناس ما عندها شهادات وكلها حطموا هذا البلد، فهم متونسين على هالشغلة. بس أنا أقول الشعب يمتى رح ينهض ويمتى الشعب رح يفتهم أنه هو في مؤامرة كبيرة، مؤامرة كبيرة تحطم معنوياتهم وتحطم بلدهم وتحطم أهاليتهم وتحطم كل ما هو موجود في هذا البلد. يمتى راح ينهض هذا يعني أكو عندنا كفاءات هواية، أكو عندنا شباب بالكليات، أكو هذول قاعدين يتفرجون كل يوم يعني بالتلفزيون كل شيء يطلع، أكو قنوات شوية يعني تطلع أشياء صحيحة، بعض القنوات شريفة تطلع مثل قنواتكم تطلع أشياء يعني واحد يعجز عنها، يتعب أصلا من يشوفها. لكن إلى متى هاي المعممين يظلون هم حاطين البلد؟ قال أستاذ الحشة سستاني حشة المالكي، والمالكي جلابه طالع بخطاب يقول ما حد قيم، ما نجحت الدولة إلا بالحزب الدعوة العميل اللي هو حزب إيران.
عميل ايراني امريكي اسرائيلي. الى متى نصبر احنا بهذا الشيء؟ والله تمرضنا والله العظيم، يعني المرض قتلنا احنا وما كنتش ما بهم مثل الحقيقه. صل الله ينتقم منهم ان شاء الله الدنيا اخره، ان شاء الله الله ينتقم منهم من اولادهم اولاد اولادهم ويحرقهم بالدنيا قبل الاخره. وانا اشكرك. شكرا لك ام ازهار من عاصمه الرشيد. ايضا ام مريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله والإكرام. تحية قناة الراشدين. حياك الله أختي. ونحب نقول جدنا أبو زكريا دموعك هي ثورة العراق إن شاء الله. أخي الكريم، بنظام السابق كانوا يجون طلاب من مصر من سوريا يدرسون بالعراق، بس هسه تشوف أحلى العراقيين وين وصلنا. أخي الكريم، أولا حرقوا مدارسهم، ثانيا حتى الأسئلة يجيبون لهم إياها من الخارج المادات اللي هم ما دارسينهم. اخر كريم، 60 طالب بصف واحد، حتى المتخرجين انا وحده منهم متخرجه وما حد ما يوظفني. اخر كريم، على اي تعليم؟ شوف العراق وين وصل. ما يريدون العراق يتعلم، يريدون نبقى جاهلين ما نفتهم. ايران جاي تنقم العراق، ايران دمرتنا. بعد شنو نقول نحكي؟ هو جوال بالعراق، هي دراسات وراح ياخذونها. وين طيارينا؟ وين دكاترتنا؟ وين علماء العراقيين؟ اشي حتى الشهادين يقتلوهم. يا اخي العزيز، العراق تدمر ما يرجع ابد. شكرا شكرا لك ام مريم. طبعا المضحك المبكي انه احنا عندنا رؤساء وزراء من 2003 الى اليوم هوايه ما شاء الله عليهم، يجون بستة سبعة، كل واحد بيهم عنده منجز. عياد علاوي ما يدري شيء، هذا منجز الأعظم. اجى ورا إبراهيم الجعفري بلشت الدريلات وبلشت السلب والنهب وغيرها وغيرها، السلابة اللي كانوا على الطرق والأوبولات اللي تلحق الناس. اجى نور المالكي، ما شاء الله نور المالكي عنده هواية منجزات، الطائفية وتسليم ثلث العراق وتنظيم الدولة داعش دخل العراق والإعدامات بالجملة والمخبر السري. يعني هذا ما أقدر أحكي عن منجزاته، ما شاء الله عليه. إيران ليش تقدره؟ لأنه منجزاته في تدمير العراق كثيرة جدا. إجا وراء حيدر العبادي، حيدر العبادي عنده منجز مهم جدا اللي هي تدمير ثلث العراق اللي سلم المالكي. المالكي سلم هاي المدن، إجا العبادي ده هدم هاي المدن. أما عادل عبد المهدي ما شاء الله هو أخرجنا يعني من هواية قضايا، أخرجنا من التقييم بالتعليم، أخرجنا من التقييم بالشفافية، أخرجنا من التقييم بالعدل، أخرجنا من التقييم بحقوق الإنسان. أصبحنا خارج قوس، أصبحنا أصلا دولة ما موجودة على الخريطة. يمكن باكر عقبة يسوون خريطة للعالم والعراق ما موجود، فراغ حتى على الخريطة ما يعترفون بنا. يقول لك بالحياة هم ما خارج التقييم، بالخريطة تحطهم تقييم ليش؟ فهم كل واحد بيهم عنده منجز. القضيه وما بها انه احنا عندنا يعني التربيه والتعليم المفروض ذولا لو شويه يفتهمون، شويه لو يفتهمون انه ما يخلون الناس جهله، لانه الجهل عم. يعني ابو حسن من بغداد ذكر محو الاميه. بالسبعينيات العراق احتفل بانهاء الاميه بالعراق، وحملات محو الاميه نجحت نجاح باهر، وما بقى واحد بالعراق ما يعرف يقرا ويكتب ابد. ثورة ثقافية كانت كبيرة بذيك الفترة، بحيث الجرائد كل العالم تشوف الفلاح وغير الفلاح لازم جريدة ويقرأ، لأنه المحو الأمية اشتغلت. لكن احنا هسه ما شاء الله علينا عندنا أمية بنسبة 70%، عندنا أطفال يشتغلون في ترشية وبياعين على الإشارات مال مرور ومساحين مال جام ومقدية قيامة الله. عندنا بلاوي سودة بالنسبة للأطفال هواية، مخدرات وغيرها وغيرها وغيرها. والمخدرات إذا وصلت شعب هي ما راح تهدم بنيته الجسدية وبس، راح تفتت للمجتمع، لأن المخدرات بها كومة مصايب. صباح من بغداد، حياك الله. صباح أفل، هلا بيك. بالنسبة للوضع العراق حاليا من ناحية التربية والتعليم والتعليم العالي، احنا قبل كنا يشهدنا الشرق الأوسط وتشهدنا الاتحاد الأوروبي وكل دول الغربية بدراسة الطالب العراقي. نعم. يعني احنا وصلنا مراحل عليا
في التدريس، ومن الدول المتقدمه بالتدريس بكل شيء، ماجستير، دكتوراه، بكالوريوس، وحتى وزاره التربيه من نشاه الطفل التربيه لحد ما يخلص الكليه، يعني كلها يعني اكو رقابه عليها وناس اختصاص عليها. فالعراق كان مشهودته بالشرق الاوسط رقم واحد بالتربيه والتعليم والتعليم العالي، والدليل ان احنا كانوا عندنا طلاب عرب من كل الدول العربيه يجون يدرسون كليه، ونعرف اقسام الداخليه الموجوده في بغداد، وكل اهل بغداد الاوصلاء يتذكرون ان اكو طلاب من كل انحاء الدول العربيه يجون يدرسون كليات ويخلصون الماجستير بعدها ويخلصون الدكتوراه بعدها، ياخذون شهادات معترف بها دوليا. فالعراق وصل مرحله متقدمه بتطوير التربيه والتعليم بالعراق، لكن احنا حكومه الاحتلال وحكومه حصرا حزب الدعوه والحزب الاسلامي من 2003 لحد الان وين وصل العراق؟ الى ارض المستويات تقييما بالعالم هو احنا، يعني العراقيين مع الاسف من رقم واحد الى رقم 143 يقولون بالتربيه والتعليم. يعني هسه اكو شباب في جنوب العراق وفي وسط بغداد يعني تزوج هو ما يعرف يقرا ويكتب، هاي ال 17 سنه راحت من عمره كدراسه وتطوير وعلم وفهم للموضوع، في سبيل من يتعلم الشخص يتجنب المخاطره بروحه مثل بالمخدرات او الشغلات المؤذيه او العصابات، يقول لك درس وتعلم احسن ما يطلع جاهل متخلف متربي بالشارع. وهواي ناس تربون بالشارع وصارهم بالحشد وصارهم عصابات خطف وعصابات تجاره بالاعضاء وعصابات تجاره بالمخدرات، كلها تتحملها الحكومة العراقية. الحكومة العراقية تتحمل رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، ووزير التربية والتعليم اللي هو ما اجانا وزير التربية والتعليم اختصاص محمد تميم. شنو هو هذا الشخص يصير وزير تربية؟ وبعده محمد اقبال وصيدلاني شنو جابه على الوزارة التربية؟ وبعدها ظلت وزارة التربية بدون وزير، الابراهيمي علي الابراهيمي وكيل وزير الاداري هو يدير وزارة التربية، والان اغلبية الطلاب يتباكون من الاسئلة وتغيير المناهج وتحريف المناهج، يريد يخلون لنا منهج فارسي. عمي خلوه منهج فارسي والغوا اللغة العربية بالعراق في سبيل يعرف الطالب أن يدرس فارسي أحسن ما يجيبون يتلونون بالأسئلة ويخلوها صعبة على الطالب. ومو بس هاي، عدة أمور على وزارة التربية. احنا من الخلق التاريخي بغداد الأول على العراق بالمحافظات، من يصير الامتحانات السادس أو بالذات السادس الأول على العراق بغداد، لأن أهلها مثقفين واعين، تلقى أمه معلمة أو مدرسة أو الأب مهندس أو دكتور، فبالطبع أن البغداد تطلع المرحلة الأولى من الاحتلال لحد الآن. نجف كربلاء، وهسه أنا متأكد نجف كربلاء الدكتور اللي تخرج من عندهم ما يعرف يشخص مرض ولا يعرف يدقق المريض أو يفحص الدكاترة اللي موجودين حاليا. هاي التخرجات اللي صارت هسه بالآونة الأخيرة يعني حتى بهاي خلوها محاصصة باختيار الوزير الغير مناسب، باختيار الوكلاء الوزراء، اختيار المشرفين، المشرف التربوي اللي مع الأسف المشرف التربوي ما له أي دور. كان المشرف التربوي على عهدنا بالسبعينات والثمانينات والتسعينات له تأثير في تربية المحافظات، يأثر على عدة مدارس على مناهجها، يتم التدقيق على المدرس جاي وين يوصل مرحلة، على دفاتر التصحيح اللي عنده، على دفاتر الدرجات. الآن سايبة يجون يتعدون على مدير مدرسة وعلى مدير تربية ويتعدون على مدرس ومعلم. ليش؟ لأن الدولة هي جاية تهدم ما بناء العراق خلال هاي الستينات والسبعينات والثمانينات وفترة الحصار التسعينات. بقينا احنا على محافظين على ذاك المستوى من درجات العليا. هاي الحكومة اجت تدمر ما بنته هاي الدولة السابقة قبل الاحتلال، تدمير الكل شيء مو بس تربية، تدمير العقل العراقي، تدمير الزراعة، تدمير الكهرباء، تدمير الخدمات. شنو انجازات استاذ أفل قبل شوية تحكي بانجازات رؤساء الوزراء المالكي والجعفري والعبادي وعادل عبد المهدي، شنو انجازاتهم؟ انجازاتهم هو التدمير البنية التحتية للعراق، يعني ما يخلوا لك لا زراعة لا صناعة، وتدمير العقل العراقي تدميره ويخلون الأطفال. هسه عندنا أطفال حقيقة نحكيها، بس اللي يحكي بالطائفية عمر أبو بكر رضي الله عنهم أو يحكي سنة الشيعة المفروض كنا احنا ما نقبل حتى على أولادنا. والله العظيم بالقرآن ما أقبل على أولادي يحكون بالشيعة والسنة، نبعدهم على هالمجال اللي هي الحكومة جاية تدمر هذا النسيج وتدمر اللحمة الموجودة
موجوده بين اطياف الشعب. شكرا شكرا لك اخ صباح. بالنسبه الى برنامج الواتساب، عندي رساله تقول لا يوجد تعليم في العراق، التعليم تحت مستوى متدني جدا. استاذ افل يعني مختصر مفيد، التعليم زفت، هو كهرباء ما عندهم تريد تعليم. رسالة أخرى تقول السلام عليكم مجرمين حزب الدعوة والأحزاب الأخرى، دمرت وسرقت العراق بأكمله، هي بقت على التعليم. الله يخليكم، ما يريدون أبناء الشعب يبقى في تخلف حتى يلتحقون بالحشد والميليشيات الطائفية للدفاع عنهم. أخوكم أبو عمار من السويد، حياك الله يا أبو عمار. أخي انظر إلى أي دولة محترمة تجد بها شيئان أساسيان لنجاحها، أولا العدل وثانيا التعليم. بالنسبة للعدل ما شاء الله بالعراق، الحرامي والسارق هو المسؤول والأبرياء بالسجون، وبالنسبة للتعليم أتصور إذا مخدرات بالمدارس الابتدائية والمعلم يخاف يحكي ويا طالب، والشواهد كثيرة، أكو هيج بلد رخيص وشعب أرخص الساكت عليهم. المرجعية ماذا قدمت للشعب؟ صار 16 سنة والبلد لا عدل ولا تعليم والشعب تايه، من يقوم بالبلد؟ الرعاء والسراق يعبثون به وينهبون ثرواته وقوت الناس، أي دين وأي إسلام بالعراق. أبو حاتم من الموصل يقول السلام عليكم أستاذ أفل، تحية لك ولكادر القدام. أول ما سن قوانين والمؤسسات الحكومية ووضع الحروف الأبجدية على الأرض وعلم الإنسان القراءة والكتابة، واليوم تحت رحمة الاحتلال وأذنابه وجرثومة الخضراء صنيعة الاحتلال، قامت هذه الإصابة بتدمير مؤسسات العراق خدمة للأجنبي وعلى الشعب العراقي أن ينهض بثورة كبرى على الاحتلال وأعوانه وكنسهم إلى مزابل بغداد، والله ناصر المظلومين. تحية لك أخي أفل ولصوت الحق الناطق. واقع مؤلم جدا تعيشه المدارس يوم عن يوم، عدم اهتمام بواقع التعليم ونشر الجهل والتخلف، الحكومات لم توفر وظائف التعليم وغير ذلك، كثير أزمات في جميع المجالات المختلفة من مناحي الحياة، حكومات فساد ورشاوة ومحسوبية وغير ذلك. والرسالة تطول، أعتذر منك أخي من الإمارات. قبل ما نوصل إلى نهاية الحلقة، أكو تقرير جوا إيدي، هذا التقرير انكتب يوم 12/9/2017 تحت عنوان أنه التعليم في العراق يقترب من الانهيار. احنا وصلنا للانهيار ما شاء الله. يقول أنه بالعراق في عام 2003 وهو تاريخ الاحتلال العراقي، أن السنوات التي تلت ذلك التاريخ لم تشهد أي إصلاحات، وكانوا يتوقعون أنه بعد ذلك التاريخ راح يكون هنالك إصلاحات. اللي كتب التقرير يقول أنا راح أكتب بنفس هذا، يعني نفس هذا الوقت يقول أنا راح أكتب عن اللي امتحنوا وهم مواليد 1999 ودخلوا للمدارس الابتدائية عام 2005. يقول دخل 1,000,000 طالب، وصل اللي وصلوا إلى السادس الإعدادي أو البكالوريا السادس 400,000 واحد، يعني خسر العراق 600,000 طالب من 2005 لحد 2017. يقول أنه 60% هم ترك الدراسة والفشل الدراسي والهجرة والتفجيرات وغيرها والقتل و واللي امتحنوا حسب الإحصائية من وزارة التربية بذيك الفترة نجحوا منهم 28.4%. يعني يقول أنه المشكلة بالعراق مو بس هاي. يقول بال2003 لما صار الاحتلال كانت اكو 16500 مدرسة، 631 روضة و11000 مدرسة ابتدائية و4000 مدرسة ثانوية و238 مدرسة مهنية و154 معهد معلمين، وينتظم بها حوالي 6 ملايين طالب وطالبة، ويدرس بها أكثر من 280,000 معلم ومعلمة من ذوي التأهيل العلمي والخبرة التربوية الجيدة آنذاك، إلا أن التعليم انهار في العراق بعد ذلك لا نعلم لماذا. صباح يقول الطالب حاليا أو بالواتساب العفو يقول مخدرات بالمدارس الابتدائية والأستاذ ما يقدر يحكي ويا الطالب. يا وصفة على الزمن اللي الأستاذ ما يقدر يحكي ويا طالب. الأستاذ اللي كنا نقول كاد المعلم أن يكون رسولا ما يقدر يحكي ويا طالب. الأستاذ اللي ربي ويعلم يا وصفة على الزمن اللي ما يقدر يعلم به. أذكر لما كنت صغير والأستاذ أشوفه يمشي بالشارع كانت إلى خوفه برا المدرسة. أذكر الطلاب اللي أكبر مني وأهاليتنا يحجون أنه معلم المدرسة من كان يمشي، ومعلم الكتاتيب اللي من كان يمشي بالشارع قبل ما يصير المدارس إلى وزن، والأهالي كانوا يستعينون بالأساتذة، ابننا دي تعبنا بلكت شوف لك صرفك وياه، افرك لك افرك لنا اذنه شويه بلكدين عند العاله.
كانوا الاهل يروح على المدرسه يستعين بالمديره وبالمعلمات وبالمعلمين حتى يربون ولدهم. كان الاستاذ من يضرب الطالب والابن يروح يشتكي الاب ويقول له اكيد سويت لك مكسوره شو تريدني يعني. والمعلمه لما كانت تستدعي ولي امر الطالب وتقول له ابنك سوى مكسوره يا ساعه السوداء كانت تنزل على ذاك الطالب بذاك اليوم. ما يعرف يتلقاها من المدرسه لو من اهله. اذا اشتكوا عليه الاداره مال المدرسه انه هو مسوي شيء مو زين او ضارب او مؤذي او مكسر. بس توصل المواصيل انه الطالب يكون اعلى من الاستاذ واعلى من المدرسه واعلى من المنهج واعلى من هاي المؤسسه اللي تربي وهي اسمها مؤسسه تربويه. وتنباع بها مخدرات وحشيش وعصابات. هذا بس بزمن الاحتلال. بس زمن ديمقراطية بوش وبريمر. وبس زمن همام حمودي اللي يقول انتو احسن بلد بالعالم. ياهو منكم يقدر يسأل يا دولة يقدرون يسألون سياسي ايش قد راتبه بس تسألون ايش قد راتبي. هذا زمنهم. زمنهم مخدرات بالابتدائيات. مصايب بالمدارس. فساد اخلاقي وخلقي بالمدارس. قضايا اخلاقية بالمدارس وبالثانويات. أستاذ ما يقدر يحكي، تربية ماكو، تعليم ماكو، وحال العراق من أسوأ أو من سيء إلى أسوأ. أتمنى حلقة اليوم قد تكون نالت إعجابكم، والواجب أنه الشعب هسه يحكي كلمته. نلتقيكم على خير إن شاء الله يوم غد بنفس الموعد في أمان الله.